هذه راسين كاري. هذه الساعة الثانية غسين كاري، مرحبا بكم المستمعين تاعنا واللي شاهدوا فينا كذلك. فما برشا ناس توا مروحين عقاب النهار وعقاب الجمعة، فرحانين نتصوروا فرحانين، وبرشا ناس توا يمشيوا يقضيوا يتعداوا يقضيوا القضيات. فما ناس تخرج تخدم زاد بالطبيعة اللي يخرجوا يخدموا، خاصة تاع الكوفر فو، فما ناس ينجموا يخرجوا. تحية توا زاد للسوبر مارشي باش يقضيوا قضيتهم، صحيح باش يحضروا كلمية الزايد هذيك اللي في الأداء هذيك للأداء. على كل حال ان شاء الله الناس الكل في خير يسمعونا، وان شاء الله تكون على كل حال المرافقه نتاعنا. نحن نشوفوا لانه فما شويه امبوتياج، المرافقه نتاعنا اليوم تكون خفيفه الظل مع جميله ابراهيم شاكرة وانس. هيا سيديا، ميرسي على البوتي، صحه وفرحه بنا كالعاده، بنا صح على بنا والله. صح صح ابراهيم اليوم احنا لحم كتفنا من خيرك بس عليك ربي فضلكم ليا لكلكم. ابراهيم اليوم شوف الايام فيفري اليوم شنو في فيفري اليوم؟ لو 13 فيفريي لو 11 فيفريي لو 11 اليوم جمعة 47 اليوم جمعة 11 فيفري. كيما اليوم تعرض لأول مرة واحد من أشهر الأفلام في لندن. كن نقول على العام نخاف لأنس بالوقت يخرج يقول عام ومنتظر دوبل جيغوسيت. الفيلم من إخراج وإنتاج وقصة ومونتاج وموسيقى للبطل نتاعو، هو عملهم الكل. أي ميتون مودير تشارلي تشابلن. برافو ميتون مودير. ميتون مودير ما حبش تشارلي تشابلن 36 ولا حتى كان قلت ترانسيس لأنس بالوقت. أنا عندي الإجابة على خاطر إيش أقول لك باغازار، معناها عندي الإجابة خاطر كنت حضرت إن كونفيرونس على تشارلي تشابلن دغنيغمون، وحكينا على العرض الاول نتاع الفيلم. قعدت في بالي صمت وقلت قبل ما انس خاطر كان عطيته الداتا نسخة. سي الفيلم تاع معناها شوفوا في الافيش نتاعها ابراهيم سي ابراهيم الفيلم هذايا هو كما قلنا من اخراج وانتاج وقصه ومونتاج وموسيقى تشارلي شابلن. قام باداء في الفيلم هذايا بالطبيعه بالتمثيل، وكما تعرفوا لي طون مودرن هو فيلم مؤثر جدا من اهم الافلام الشيوعيه وقتها تشارلي تشابلن، وحكيت المكننه وقتها خبايا لاشين وكذا معناها كيندي، هي محاوله الى وضع اليد على اكل العمل، معنى استغلال الفاحش او معنى الكبير للعامل اليد العامله وقتها، لدرجه انه حتى انا في الدوكيومنتير على اللي ريتو على تشارلي شابلن اتهم وقتها بانتمائه للشيوعية، انه اعتبروه من خلال الفيلم هذايا انه شيوعي وما يحبش معناه ما يحبش الرأسمالية، بينما هو يبدو انه ما كانش معناه كان فنان عنده افكار يساريه اجتماعيه يساريه. ليه هو مش وقتها عاد وقتها يتسمى عادي، ياما في اواخر الخمسينات والستينات مع فما الكوميسيون ضد الشيوعية، نسيت اسم المؤسسة نتاعها اللي اسمه هو ماك حاجة ولا يمكن مستمعين يتفكروه، معروف هذا كان يلاحق في هوليود الكل، مخرجين ممثلين اي واحد عنده ريحه نتاع صارت محاكمات بتبيع بالمخرجين بالتنسيق مع الاف بي اي وادغار هود ادغار هوفر. دونك كلوح يخوى ذاك علاش il s'est exilé في سويسرا، ذاك علاش هج من امريكا مشى لسويسرا وعاد حياته كل كامل حياته في سويسرا من خايف. هلا يقول شغله شابلن على الفيلم هو بنفسه يقول انه استوحى الفكره استخدام ضغوط الانتاج في المصانع وأثر الآلات الحديثة على حياة العمال والناس في فيلم الأزمة الحديثة. ومن صحفي حدثه عن مصانع في مدينة دورايت شو اسمه؟ ديترويت حيث نزع المنازعون المزارعون من مزارعهم وجلبوهم للعمل في المصانع، وهذاك تحولت الطابع متاع
طبع الحياة معناها تحول بها. هذاك علاش هو تأثر بالوضعية ذي، وهيك علاش عمل هالفيلم ذي اللي حب يوري فيه، وبتبيع تتفرج اللي تفكروا الفيلم ذي معناه وتفرجوا فيه. أبدع روى روى أبدع كما قال نصر، وعنده طبع اجتماعي معناها شارلو ولا شارلي تشابلين عنده طبع اجتماعي، حتى الأفلام متاعه دي ما عندهم علاقة بالمجتمع وبالقضية وعنده أفكار كما الفترة ذي ياسو لو ديكتاتور فيلم لو ديكتاتور. لا وحتى الأفلام القديمة معناها القديمة بالكل اللي تفكروا مثلا نتاع كلوليد اللي هو استبناه في الفيلم اللي كانت اسمه كلوليد اللي استبناه تصويرا نتاعهم وهم قاعدين مع بعضهم بالحق معناها فما اسمه لو ماكارتيزم نسبة إلى جوزيف ماكارتي مش جنرال ماكارتي. جوزيف ماكارتيزم هو ملاحق شيوعيين في الخمسينات معناتها بدع من العباد اللي تحب تقضي عليه تتهمه بالشيوعية وقتها تنامه بالشيوعية. تعرف شو سر العمل؟ مثلا تاخذ كارغاتو تدخله اختراها شوية شاكر شوية يقسم معايا يقول لك شيوعي قسمت معاه معناها أنت إبراهيم شاكرة كبيرة خاطر قسمتوا أنتوا تعرف كاتو يا 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 حتى حتى سؤالي اليوم في الموضوع هذا 10 غدرجين عنده علاقه 10 غدرجين 7 غدرجين فهمتك ابراهيم بالشيوعيه بالشيوعيه تعرف ان ابراهيم يحب يعرس باش يرزن شويه والله تقول انت لعل تكون بينيفيك عليه على الاقل تفكروا بالايامات وبالشهره وبال عليه اللطف مودي كونيكتي هكاك الشيخ عليه اللطف عليه شنو عليه عليه بنت الناس مسكين امنه تسمع عليه بنت الناس مسكين قال ليه اللطف يا امنه انت يا اخي ما تحبش بنت الناس ما تخافش عليهم اي علاش احنا بركة نعاني وحد لازم تعاني معانا احنا نعاونوا بعضنا اصحابه عليه ابراهيم ما يطلع عائلته احنا يا منتظر نحبوا يستقر غدوة عندي زواج خويا حقا ربي وصل السير بالهنين بالهنين ان شاء الله ربي يتمم له بالخير شفت كيف فكرتوا انا هو منهم زهير اي غدوة مش عادي عارف زهير معلش هاود خليها هاود على روحه غدوة الزواج زهير شكون عارف سكرت انت ولا زهير تحير خويا زهير اللي مستعجل شكون عارف سكرت ولا زهير نجم نقول لك الاثنين قداش عرسنا من مره باهي مش لازم لا احنا نقص على قدام من قدام من رقم معناتها حش ربي ذيك اي اي ناس به هذا ما يهمش المستمعين ما تحرجوش بدون احراج ما دام في الزواج اسمع هنيئا لك انا قد تزوجت 10 60 مره يا اخي ما تزيدش مهما كان مش كيما برشا ناس على كل حال ما دام في الزواج وفي الماخذه وكذا واحنا على ابواب عيد الحب وقتاش عيد الحب ابراهيم؟ لو 14 14 كوريا الجنوبية قديش من مرة يحتفلوا بعيد الحب؟ أكثر من مرة يعني في العام 12 مرة كل شهر مرة برافو أنا اسمي برافو والله مرة تاع الشهر هذاك هو عيد الحب اي شهريه هكا مازالت اي شهر لو 14 وكل شهر عنده عنده طابع خاص معناه مش عنده خصوصيه الو نهار 14 من كل شهر مثلا 14 مايو هذاك يوم الورد عيد ميلاد صديقنا الشريف 14 مايو صحيح 14 مايو سلام عليه ذا تحيه لي صديقنا يسمع فينا وزادة سكار زادة ما تنسيش نهار 14 ديسمبر هو يوم العناق مثلا ديسمبر العناق يتعانقوا العباد يتعانقوا بعناق لما للأسف بطلوه العميل الأخرين من كورونا نهار 14 فيفري هو تقديم الشوكولاتة من عند نساء الرجاء نساء يعطيو الشوكولاتة عدي هذا عدي هذا يسمعوك الرجال التوانسة في 14 مارس هذا يتسمى اليوم الأبيض خاطر الرجال يجيبوا الحلوى للنساء لو به و14 أفريل يا سيدي قال لك يا سيدي هذا يسميه اليوم اليوم الأسود علاش؟ خاطر يتلموا فيه الناس اللي ما جاتهم حتى هدية في العام كامل ويقعدوا يبكيوا على حظهم التعيس هذوما توانسة الكل باش يقول لك احنا
اللي والله عجبتني ايوه وهذاك معناها وياكلوا نهارتها بالذمه ياكلوا اللوبيا الكحله اي يعني تعرف كيما الدجاج الاكحل ما فما دجاج الاكحل دونك اللوبيا الكحله بالدجاج الاكحل التقاليد الكوريه بالطبيعه الجنوبيه تشبه معناها برشا تشبه العادات اللي موجوده في اليابان كيف كيف في اليابان يقدموا نساء للرجال الشوكولاته والرجال يردوا الجميل نهار في مارس في اليوم الابيض ويقدموا لهم الحلوى معناها هذوما تو مويان اي بون مش يعملوا حفله حلوه عجبتني حلوه اما علاش الاسود ما في على اليوم الابيض اليوم الابيض حلوه ما اليوم ساخذوهم ما جاوتش ما جاوتش شيء مسكن شكون قال لك اللي هو اسود وانت ما عندك حتى حد لا ما جابش كادو ما جابش كادو مش ما عندكش على الكادوات الكادوات بسؤال فين اغنيه قالت هالجمله هذه وخيال الذي سما بك يوما يا له اليوم من خيال كسيحي ام كلثوم لا لا هي اغنيه عاودنا في فيلم على وخيال الذي سما بك يوما يا له اليوم من خيال جميل كسيحي رابعة العدويه لا. فيلم لا الفيلم هو تحبوا تسمعوا ولا سمعوا الفيلم بعد ايش فيلم هو خروج من الجنه انتاج عام 1967 كلمات متاع كاتب الاغاني الكبير الشهير كمال الشناوي والالحان والاداء لشكون كامل الشناوي كامل الشناوي كامل الشناوي كامل الشناوي خوه يكون والالحان الالحان والغناء لشكون محمد عبد الوهاب لا الالحان والغناء 67 خروج من 67 خروج من الجنه الموسيقار فريد الأطرش روى عينيك يا حبيبي حبيبة روحي لما أعد فيك هاني في استراحي موت على فريد موت على حاجة اسمها فريد ونعشق حد نعشق مطربة نعشق مطربة اسمها هان ألا هذاك علاش في النغمة متاع الستة ونفس اخترت مش تكون هالغنية فريد الأطرش الله الله طبعاً تلع شيء مع سامي بن نور غاسين كريم من 5 ل 7 توا 36 دقيقة كما تعرفوا سيدي سامي متغيب علينا اليوم لكن معنا الروح نتاعو ترفرف علينا وجو معناها نحاولوا نكونوا في المستوى بالطبيعة معنا الكرونيكور كالعادة شاكرة أنس إبراهيم وجميلة هاو خلطوا طويكة بالطبيعة بعد ما مشوا تمتعوا بصوت فريد الأطرش معناها الله الله في رائع من رائع من رائع صوت فريد صوت فريد صوت فريد الفريد صوت فريد نقصد أنا شكون قال لولا عود فريد لأصبحت رب الفن يظهر لي عبد الوهاب عبد الوهاب خطر على العود خطر هو عازف ماهر مكتوب هو مش عازف ماهر هو الوحيد اللي وسم في باريس عملوا مؤتمر في باريس لعازفي العود من انحاء العالم وجاه معناه شارك هو 100 عازف من اكبر العازفين وقتها وهو وسم بانه احسن هذاك علاش تسمى ملك العود راه مش كلمه وتقالت معناه وسم على 100 شخص هذاك 100 شخص كان معناه وسم عليهم انا ادي الربيع حاجه نهاية حاجه نهاية المقدمه بتاع ادي الربيع العود اللي في المقدمه حاجه ابراهيم اقسم بالله انت هنا معانا 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 هيا سيديا مادام هكايا هيا سيديا شكونوا اللي فقد راسه عام 1945 في كولورادو امريكا بالطبيعه وقعد حيا 4 سنين بلاش راس الله الله جرانا نضم قرب فقد راسه معناه فقد الوعي ليه قصوله راسه هكا في نهار 10 سبتمبر 1945 مولاه اللي نفركس فيه انا اللي بلا راس عملوا عمليات على حيوان من الحيوانات شيربون لا شدوا مولاه وذبحوا قصلوا راسه لكن القصه ما جاتش مشتويه ف نعرفها قعد الحيوان هذايا حي مسكين سخفوا مولاه جوستومون عليه هكا الحيوانات مسكين مولاه سخفوا الحيوانات انا الحقيقه سخفوا برشا وندم على العمله اللي عليه خاطر لقاه مازال حي باعتبار ما عادش عنده راس ولا يزرق له يوكل فيه بالزريرق
وعظم العزوك وقعدت حي 4 سنين وقعد يدور بين بلد لبلاد من فار لفار ومن مسرح لمسرح ويعرض فيه وما نحكي لكم فما تصوير أسلم فلوس فما تصويرته أما شكونه شو الحيوان هذي أي سيمي هوك اسمه مايك يا سيدي كركدن لا حسان لا هاي سهل لكم أكثر نعطيكم أنديس هو مولاه كي قصلوا راسه مش ياكلوا في باله في طيبه دجاجة سردوك سردوك برافو مايك السردوك اي نعرفه فما تصويرته اي فما تصويرته سي مايك هذايا السردوك هذايا قصلوا مش يذبحوا مش يطيبوا مش ياكلوا لكن اخذوا يوكل فيه بالزريقه اخذوا يوكل هكا التصوير يوكل فيه يوكل فيه بالزروقه قعد جزء من معنى المناطق الحيويه نتاع الحياه قعدت موجوده فهو كي راه هكاك ندم على العمله نتاعو لكن راسه مش موجود فكلقاه حي مازال ما عادش نجم ياكل طبيعيا فقعد يزرق له يزرق له وقعد مع هذا انتشرت الحكايه في الاوساط الواحد ولا يدور بيه من بلاد لبلاد مسترزق بيه ولا استرزق بيه اشتهر خاطر هذا ومعناه في تقريبا في 5 شهور الاولانيين ولقب بالديك ذو الراس المقطوع وكان معناها معناها يعرضوا في مسارح مقابل 25 سنتيم سنت للشخص الواحد وصل مايك جناه 4,500 دولار في الوقت هذاك في الشهر في الوقت هذاك في الوقت هذاك من العروض المتتاليه نتاع الحد هذا وصل حتى يقول هذيك المعجزه دخل تقريبا 10,000 دولار امريكي بالطبيعه نهار من نهارات في مكان اه سي اوغيبل والله ما الحكايه يا بعد بعد ما شفت التصوير الاخير بعد بعد 4 سنين من الاستغلال هذايا تاع سردوك هذايا وهو ولا اصحاب سردوك ولا سردوك ولا اصحاب لدرجه انه معنا كان يبيت معاه في بيته مع البيت اللي يكون فيها بطبيعه سردوك باش يرزقه عاد لابول الف دور معناها فنهار من نهار في اوتيل من الوتله هما في الليل معناها جاء معنا سردوك ما لقاش الزريقه اللي في العاده يحقلوا بها الدواء مع الماكله فتوفى هذه تمشي عليها ما قلت فك السردوك الريج وقعد يريج فيه قعد يريج فيه لكن غير سامبلابل والله العظيم والله يعني ايه الوغ جوستومون تويكا نرى فيكم يا انا شو شكرا ما تاكلش اللحم العلوش تاع العيد الكبير لا ناكل انا الحم انا ما ناكلش انت ما تاكلش اما العبره لا العبره ما نعرفش شنو هي العبره ولا لا. ان شاء الله كو سيت اكسبيريونس ا سيرفي بور لا سيونس ولا حاجه كيما هكا خاطر الخبر انا بون شوي كونتون اللي عرفت المعلومه هذه وهذا من معناها من حسن تدابيرك في اختيار الاسئله معناها كثر تدابير ليكيب ولكن وشكرا ليكيب برا هذيك عمايلها انا حبيت نفهم بون ان شاء الله المره الجايه نبحثوا عليه اون كوا لا سيرفي سيت افير ولا سيت استواغ للعلم وشنيه هز الريقه اللي ترجع مش ترجع مش الزريقه هو يبدو انه كيقصلوا راسه يبدو ان في مناطق من المخ ومناطق من السمع وذنه اليمين قعدوا ما ياخذوا ما تقصوش معناها ولذا قعد هذاك علاش قعد حي معناها فما مناطق من مخه قعدت باقي موجوده وهو بتبيع تركيبه نتاع الحيوان هذا مش كيما انا علاش نسيتكم على العيد الكبير انا ضد التعذيب يعني علاش نسيتك على العيد الكبير قلت لك ما تاكلش ده على خاطر صادفت في دارنا تك على علوش ذبحوه يقعد حي قام وحاول يتفتف من المحبس فما محبس مش ياكل منه ما عادش طاح يبدو انه ما فالمو يبدو ان السكينه كانت ماضيه بدرجه اللي مفطنش ما والله انا رغم عقيدتي وايماني ومعناها وهذا الكل ان شاء الله ديما ان شاء الله عايزك ولكن اللاكت نتاع ذبيحه توجع حتى انا ما نحضرش توجع برشا انسانيا معناها نوبستون حكايه لماذا وعلاش والضحيه وسيدنا ابراهيم وكالحكايه هذيك الكل المهمه جدا معناها في ثقافتنا وتاريخنا وايماننا بالله سبحانه وتعالى ولكن تبقى ذبيحه العلوش حاجه هي محل مش كان في الثقافه العربيه الاسلاميه راه في ثقافه أي يا اخي الاسبانيوره توريدو شنيا انا ثقافتي عربيه نحكي. اسلاميه بحته معناها موجوده في كل الثقافات تعذيب الحيوان انا يعني عامه ضد تعذيب الحيوانات حتى في العيد كما قال ابراهيم يا خويا ما نحبش الراه هنا ماذا بيا فيس على الحكايه تم وبلاش عذاب عرفت هيا سيدي مش نهزكم من الحاجه ارض نجيكم للرقص تحبوا الرقص شكون ما يحبش اي خم بدلوا انا نحب الرقص خاصه كي نبدا معناتها نغزر العباد يرقصوا ان شاء الله مش رقص الديك المذبوح
بالنسبه لانس حسب ما نعرف باك يغزل العبيد يشتحوا بالطبيعه يبدا فرحان اما 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 وماذا بيت تقف الحكايه غادي معناها ما يقومش هو يشطح ماذا بينا ما نعرفش نشطح ماذا بينا انس ما يقومش يشطح معناها خيارها غادي شكلها شكلها حضرت معناها حضر محضر سو انس نعرفوا مي انا نامن انه الرقص يعني سيت اون مانيير دو سيكسبريمي دونك ما فيهش قواعد الانسان كيما يحس كيما يحس اما انا وانس أنا وأنس خيارك خيارك ما خيارك ما ترى خلينا قاعدين خير قاعدين خلينا قاعدين خير لكن ندندنوا معاكم نصفقوكم لا عاد شفتك انت تشتح عاد يزين يا عاد مش عاد سامحني الناس يزين يا عاد هيا بي ملا انسان يشتح لك ورد في حيوانات تشتح برشا حيوانات تشتح من الحركة من ديك الحصان الحصان كي تضرب له طبلة معناه شيخ معناه يعمل جو محلاه اي لكن فين توجد الغابة الراقصة غابة تشتح غابة كاملة غابة كاملة حيوانات في ألمانيا أشجارها لا حيوانات بأشجارها في كينيا لا لا ماكش بعيد راك أنت ماكش بعيد في ألمانيا ماكش بعيد في النمسا لا السويد زيد بعد غادي شوية دنمارك سويسرا النرويج روسيا روسيا بابو إبراهيم في روسيا تقع الغابة هذه في روسيا تعتبر من أغرب الغابات في العالم كان مشيت للشرق هي يمشي لا الغرب قول لي يمشي قول يمشي للشرق مش للغرب اي معناها قلت لك ابعد شويه ده غلطتي في ديركسيون شديت الروتوروت شدوا في شكلها وطبيعتها اللي جعلوها يسميوها الغابه الراقصه علاش حيث ان اشجارها ملتويه شوفوها 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 على الصوره حتى اشجارها تشطح اشجارها ملتويه كي تطلع فما رياح هي مجموعه رياح فيها تخلي النباتات نتاعها كي تطلع تطلع معوجه تطلع مش مستويه نتيجه ملتويه للرياح هذه فتظهر كأني ترقص تتميل مع الغيط هذه بالطبيعه البنيه نتاعها البنيه الطبيعيه نتاعها فهذه قاعده غريبه حاجة طريفة جدا فالعبيد وداير يقولوا انها فما بعض كوريغرافي سانسبير منها يستلموا منها كيفاش الحركات هذه اللي هي حركة طبيعية جدا وتشوف ان فما غرائب في الدنيا طريفة جدا بشكون بالحيوانات بالناس الاخرى بالناس الاخرى تقول انت الله اعلم دو فاسون هذه تقولش عليها تقولش عليها اخزا كان يعين نتاع بجعة مش تقولش من قارة تاع بجعة وعينة هكا ولا ليه ولذا بوتيتر لاك دي سيني جابوها من غاديك الله أعلم هذا ما نعرفش انا على كل حال الصورة ذي ياسر عجبتني والحكاية ذي خاطر حاجة بالحق طبيعية والغابة بطبيعة رايضة فيها حيوانات ساعة ساعة كي تعدي وكذا ونعملوا فيها دي سورتي معناها وكذا اما عبستار يظل قبيلة في سؤال متاع العصفور العصفور ما يموتش مش خاطر يحط ساق واحدة على حسب السادة المستمعين يكتبونا من قبيلة يقول على خاطر يحط ساقيه زوز فرد وقت يركز مع بعضه ما منستوه يقول لك بالنسبة العصفور ما يضربوش الضوء خاطر يحط ساقيه زوز في نفس الوقت ومش ساق واحدة على خاطر كان يحط ساق واحدة يضرب الضوء على خاطر الأرض تولي كيما نيجاتيف فوالا كيما قلت بكري نيجاتيف وبوزيتيف فوالا دونك يبدو وبرشا مستمعين كتبوا لنا يعطيهم الصحة الإيضاح ميرسي احنا من الغابة الراقصة مش نمشيو للكياسات الراقصة خاطر كياسات برشا رقص فيها ساعة ساعة ميرسي سيركيلاسيون وينيس باش تحكي لنا آخر الأخبار تاع الفوتوغرافيك يا جماعة حضرتوا رواحكم لسان فالونتان سان فالونتان شريتوا الكادوات نتاعكم والله لا شريت مازل ملا انا عندي مقترح كنت تحبوا دلوا رواحكم والعزاز عليكم تحبوا تفرحوهم في عيد الحب ما عليكم كان تمشيوا المارشي دو سان فالونتان نهار السبت ولا حد 12 و 13 فيفري من 10 نتاع الصباح للسبعة نتاع العشية فينا ماجيك بارك ايمابل لويتي لاك دو برشا جو برشا دلالي استنى فيكم Parc de jeux, le Srairat, animation et surtout exposition vente. تلقاو فيها برشا كادوات. Chocolat, des bougies, des produits de bien-être, des accessoires et des bijoux. وكل ما يخص ديكوراسيون دانتيريور. Mais là, ما تفلتوش الفرصة وفرحوا اللي تحبوهم ودلوهم. يا يا وانا مش ندللكم يا جماعة دلال اللي هو
سيدي سامي حاضر راني نسمع تو نتخيل في عينيك هكا سيدي حاضر يا شكي وانت معناها وانت فرحان هكايا بطريقتك معناها اللي مش تدور على الجماعة هكايا وتغصرهم كما تغصرني انا ساعات فهمت لكن قبل نصحكم قبل مش ما يكونش هذا في اخر اللقاء نحب جوغ اوماج لاولادنا ليكيب كلها اللي معانا يحيى بن عماره ريش حمروني ودرة عايد سنادلي في الاعداد بطبيعه ديجيتال صوفيا لك حل ورؤوف الاحمر صورتنا قاعده برافو لاولاد ميرسي محمد غفران الجلاسي وساره السعودي هذوما دي ستاجير معانا يعديو معانا في الحصه صغيرين احلاهم وبالطبيعه قايد السفينه عزه الويتي تحيه اليوم الكل ميرسي عزه برافو برافو ا توت ليكيب اي يا سيدي شكرا هذه نتاع سامي اوكي فوالا جميله منك شكرا من القائل اذا رايت انسان يعشق الوحده فاعلم انه تحمل اكثر من اللازم انا هذه جميله الشيح والله انا قالت قالت بالعربي هكا اي بالعربي 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 هو شاعر كونتمبورين نزار قباني قبل ما عندهم نزار برافو شو نزار شو نزار قباني برافو واو كذا هو بالحق عندك الحق جميله هو اشعار وكل شيء تهزك للامور الانسانيه هكا العاطفيه النسويه الوحده والحب رقيق جدا ابراهيم وانا قبيله قلت جانونسي لكولوغ باش نسال السؤال على الكومونيزم اي ماذا تعني كلمه جونكسيون جونكسيون جي او جونكسيون عند التوجه اليساري للبيرسبكتيفيست اي معروفه الكلمه معروفه خلي انا خلي انا خلي انا خلي جونكسيون هي نوع من التوجه هي مش توجه هي نوع اي هي ارتبطت بالبيرسبكتيفيست بالشعله بالشعله فوالا ما عنديش فكره الحقيقه حتى انا البيرسبكتيف تعرفوها في تونس على الاقل الفتره هذيك نتاع الستينات هاي تعرفوها اكيد اي انا سمال عندك اي اخويا وانا عارف يا اخويا هكا عينيه تعمل جونكسيون معناتها عبد يكون لاباس عليه الى دي جونكتي معناتها صوتا لا لا تعرف صوتا صوتا الى بيتي لي بلان دي جونكسيون دي جونكسيون مهم جدا في الفتره هذيك معناها في هي تتمثل في الذهاب للعمال من طرف المناضلين نتاع لي بيرسبكتيفيست كيما عندنا في التروتسكيزم يمشيو سكون ابيل لا بوليتيك دومبوش معناها وقت تكمل قرايتك والكل ما تمشيش تخدم ولكن تمشي تخدم في اللوزين تمشي باش بور بريشي لا بون كوز في هي نوع لدعم الحركه هي نوع تعرف عليهم عن قرب بجونكسيون شنو ابراهيم فكر عاود فسر لنا جونكسيون هو الذهاب للعمال من طرف مناضلي التيار فك الوقت هذاك باش يعملوا التعرف عليهم بهدف تاسيس حزب عمالي يمشيوا للعمال ويقعدوا يمشيوا حتى هما هو لي بيرسبكتيفيست كانوا اكثرهم مثقفين وناس كانت معناها شاهدهم فوالا ما بين السياسه نتاعهم انهم يمشيوا للعمال باش هو ياثروهم اكزاكتومون باش ياثروهم لتاسيس حزب عمالي هما هو نفس الشيء اللي تعمل في وقت ما مثلا انه الاكل اللي يسميه سلاح بيه الاتصال المباشر اما كانوا في الاحزاب الاخرى يمشيوا للناس الكل معناها كيما كان كيما كان في بورقيبه وقت ليه بمعنى الطريقه حتى في الحزب القديم حتى برشا ناس يقولوا الحزب القديم الحزب الدستوري القديم معنا مع سي عبد العزيز الثعالبي كان حزب صالونات مش صحيح نعرفوا اللي كانوا يمشيوا للافاق ويمشيوا للقرى ويمشيوا وهبطوا وعندهم معنى عندهم شعب وكذا في طرف البلاد معنا في قلب الصحراء معنا يمشيوا للبقايا معنا كانت فما اتصال مباشر لكن يتجهوا للناس الكل في البيرسبكتيف هما يمشيوا لناس معينين معنا للعمال بالتحديد يمشيوا للعمال مش يستقطبوهم به اليرت سبار يا سيدي يا سيدي مدام قيس جانا معناها فما ان شاء الله خير يا سيدي هاي نسمع واش عنده سي قيس ميرسي يعطيك الصحة قيس لا شباب الوزداد تلعب كونتر ليتوال شباب الوزداد جاتها ضربة جزاء بينالتي وشدها ايمن البلبولي حارس ليتوال
دونك ليسبيرونس ربحها. ليه 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 ما تركزش معاه. هاي نرجعوا ما تبقى من درجه اللعب جميله بيه. ان شاء الله يا ربي ما تعرفوش الاجابه. شكون اللي الحيوان اللي تلمو مخه كبير تبارك الله اكبر من مخ انس، اللي تلمو مخه كبير حتى لين يهبط لساقيه؟ العصفور. شنو هو حيوان تلمو مخه كبير اللي المخ يتفرع يهبط على الساق؟ لا قرنيطة. لا الانسان. حيوان بحرية. لا هي قرنيطة عندها قلنا ثلاثة مخ. طائرة. يعيش معنا في الدار ساعات راه نلقاوه. ذبانة. الفار. لا لا حيوان قطوسة. العنكبوت. صحي العنكبوت. لا غير العنكبوت. وي قروهيش. وي سؤالي في سبيل انا سوي انا اسمع. شكون الفنانة اللي اليوم عملت 10 سنين من وفاتها رحيلها؟ موسيقى. موسيقى فنانة مغنية ويتني هيوستن. الفنانة العظيمة ويتني هيوستن. ميرسي انس، ميرسي جميلة، ميرسي ابراهيم، ميرسي شاكرة. توا بقى لي كان نودعكم، نتقابلوا نهار الاثنين ان شاء الله مع سيدي سامي بالطبيعة. توا نخلي الاخبار، حالة طقس الاخبار، ثم سبيعة سبور مع زملائنا في الرياضة.